بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس برنامج شاسب، درسنا رقم 7 مع تحليل اختبار ت للعينات المستقلة. هنفتح البرنامج وهنفتح المكتبة وندخل على اختبار تي تيست عشان نطبق على نفس التمارين اللي جوه البرنامج عشان تكون الداتا متوفرة للجميع. بمجرد ما نضغط على تي تيست بنلاقي اول ملف عندنا الدايركت ريدنج اكتيفيتيز، بيقول انه عندي مجموعتين، وان كنترول جروب مجموعه ضابطه ومجموعه تانية اللي اتدربت بطريقه معينه، وبعمل له المجموعتين اختبار ريدنج بيرفورمانس او اختبار في القراءه عشان نشوف مين افضل منهم، المجموعه الضابطه ولا المجموعه الاكسبيرمنتال او التريتمنت اللي تم تدريبها بطريقه معينه. فهنضغط على الداتا دي زي ما انت شايفين كده، عبارة عن 4 أعمدة، العمود الأول الاي دي، العمود الثاني الجروب، والعمود الثالث الجي كودها، كود الجروب 01، والعمود الأخير اللي هو درجات الاختبار بتاع الريدنج أو القراءة. فنتعرف على الداتا الأول، ندخل مثلا على الجروب كده عشان نشوف عددها، نضغط عليها كده ونشوف عشان نجيب الفريكوانسي تعلمنا في الدروس السابقة، نضغط كده نروح على الجداول ونضغط الفريكوانسي تيبلز، على طول بيطلع لي الجدول بتاعي عدد الكنترول جروب وعدد المجموعة اللي هي التريتمنت، الكنترول 23 والتريتمنت 21، ودي النسبة المئوية للمجموعات، والعدد الكلي للداتا 44. طيب انا عايزه دلوقتي اعمل اختبار تاء من خلال الجاسب، والجاسب فيه قبل ما يعني ضمن وانا بعمل اجراء اختبار تاء، هو من في ضمن خطواته انت بتعمل وبتتاكد من الافتراضات الخاصه باختبار تاء اللي هي الاسامبشن اللي جواه، اللي هو يعني احنا مثلا في الاس بي اس اس نعمل النورماليتي الاول ونعمل الهوموجينيوس ونعمل ليفيني تيست، نعمل هنا جوه التي نفسها في اوبشن بتختار ان انت تتحقق من اشتراطات اختبار تي. فنضغط كده، نضغط على تي تيست ونختار independent sample تي تيست. طيب هبدأ احط هنا المتغير بتاعي، الدرجات بتاعت اختبار القراءة هحطه هنا، وهحط الجروبنج فاريبل اللي هي الجروب. انا عندي مجموعتين، مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية. طيب وبعد كده هبدا اختار اختبار تي لو ستودنت، طبعا بديلها مان ويتني لو الداتا طلعت لا تتبع التوزيع الطبيعي او كده. هاجي هنا في الافتراضات، شوفوا اهو assumption checks، يعني تحقق من الافتراضات النورماليتي، وتحقق ايضا من الهوموجينيوس اللي هي كواليتي اوف فيرينس، واختار مثلا اختبار ليفيني تيست. في اختبارين، انا اخترت اختبار ليفيني، فده ليفيني اخترته للهوموجينيوس، واختبار النورماليتي الديفولت بتاعه هو شابيرو وولك. طيب وبعدين كمان ممكن اطلع شوية رسومات بار بلوت واطلع فترات الثقة بتاعتي، ممكن اطلع الستاندر ايرور كمان او فترات الثقة. فكل الخيارات ديت انا بختارها، وهي على طول مجرد ما بختارها بتتنفذ هنا. طيب تعالوا بقى نشوف النتائج بتاعتنا، دي النتائج اللي طلعت معايا اهي، ده اختبار تي، ده الجدول بتاع اختبار تي، ده اختبار تي اندبندنت سامبل تي تيست، خلونا نبروزه كده. دي نتائج اختبار تاء، يعني دي قيمة تاء، دي قيمة الاختبار التست فاليو، ودي درجات الحرية، ودي البي فاليو. البي فاليو طبعا زي ما انتم شايفين ايه، اقل من كام؟ اقل من 5%، يعني القرار ايه؟ عارفين طبعا درسنا الكلام دوت في كل الدروس في كل البرامج الاحصائيه، انه طالما انه القيمه بتاعت البي فاليو اقل من 5% يبقى هنقول ايه؟ توجد فروق ذات دلاله احصائيه بين المجموعتين الضابطه والتجريبيه، وهنشوف دلوقتي لصالح مين من خلال الديسكربتيف. احنا لازم نطلع الديسكربتيف عشان نعرف الفروق لصالح مين. وده دي الافتراضات بتاعت النورماليتي. طبعا زي ما قلت لكم الافتراض بتاع النورماليتي بيعمله بالتيست الافتراضي هو شابيرو وولك،
ده اختبار شابيلو وورك، دي قيمة الاختبار للمجموعة الأولى، ودي قيمة الاختبار للمجموعة الثانية، وهنا البي فاليو أكبر من 5% والبي فاليو أكبر من 5%، زي ما شفنا في الدرس السابق إن لما تكون البي فاليو أكبر من 5% يعني I can't reject the null hypothesis، يعني مفيش حاجة بتقول لي إن أنا أرفض الفرض الصفري، وبالتالي هقرر إنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين توزيع المتغير والتوزيع الطبيعي، يعني معناه إنه الداتا تتبع التوزيع الطبيعي. ده بالنسبة للنورماليتي تيست. أيضا بالنسبة لاختبار الهوموجينيوس اللي هو التجانس، تجانس التباين، ده اختبار ليفيني. فدي أيضا قيمة الاختبار، دي التست فاليو 2.36، دي درجات الحرية، ودي البي فاليو. أيضا البي فاليو هنا أكبر من 5%. لما برضو الاقي ان البي فاليو اكبر من 5% في اختبار لافيني تيست، يبقى معناها ايه؟ انه اي كانت ريجكت ذا نال هايبوثيس، يعني انه التباين متساوي، التباين بين المجموعتين متساوي. طيب الكلام ده ايضا هيدعمه ايه؟ لما اطلع الديسكربتيف ستاتستيك. تعالوا ننزل تحت كده ونظلل على الديسكربتيف. زي ما انتم شايفين كده، اول ما ظللت على الديسكربتيف ستاتستيك على طول بتطلع لي الاحصاءات الوصفيه للمجموعتين. تعالوا نقرا مع بعض اهو، ده الجدول بتاعنا. احنا هو تم تكويد المجموعه الضابطه اللي هي الكنترول عاملها 1، والمجموعه التريتمنت هي اللي عاملها 0. فهنا التريتمنت اللي هي المجموعه التجريبيه متوسطها ايه؟ هو الاكبر 51 مقابل 41، يعني الفرق 10 درجات كامله. ف الفروق لصالح مين؟ الفروق لصالح المجموعة التجريبية هي أفضل من المجموعة الضابطة في اختبار القراءة بفارق 10 درجات تقريبا. وده الستاندرد ديفيجن هنا للمجموعة التجريبية كان 11، وكان المجموعة الضابطة كان 17، الفرق 6، لكن هو لأنه الداتا يعني المتوسطات كبيرة، فالفرق ده ما كانش كبير بدرجة انه يطلع في الليفيني تيست انه في ديفرنت، فطالع الفرق ده طالع انه يعني غير مهم او غير معنوي. وده الستاندرد ايرور 2.4 3.5، ودي الكوفيشن بتاع الفاريشن. فدي الديسكربتيف ستاتستيك اللي من خلالها بقدر اعرف وبحدد الفروق اللي طالعه لي طالعه لصالح مين. يعني انا الفروق هنا لقيتها انه في التي تيست قايله ان في فروق، الفروق لصالح مين؟ هو الاس بي اس اس بيطلع جدول الديسكربتيف فوق مختلف شوية عن اللي بيطلع في الجاسب. لاحظتوا هنا في الجاسب بيطلع التي بس لوحده، لو تتذكروا في الاس بي اس اس كان يطلع جدول كبير في الديسكريبتيف وتحت منه جدول كبير في ليفيني وجنبه تي، وكنا حتى الناس تتلخبط تقول لك اخد السطر الاول ولا السطر الثاني. هو هنا ريحك في الجاسب، هو مطلع لك التي، لا تختار بقى سطر اول ولا سطر ثاني، خلاص هو مطلع لك الاختبار، مطلع لك البي فاليو بتاعته، ومطلع لك تحت النورماليتي لوحده والهوموجينيوس لوحده، والديسكربتيف مطلع لوحده زي الاس بي اس اس. وهنا كمان رسمه بقدر اشوف بيها، واضح جدا ان المجموعه اللي هي التريتمنت اللي هي تكويدها 0 هي اكبر من مجموعه الكنترول اللي تكويدها 1، فالفروق لصالح المجموعه التجريبيه. يبقى ده اختبار تي تيست للعينات المستقله، والقرار كان ايه؟ كان توجد فروق ذات دلاله احصائيه بين المجموعتين. لماذا؟ لان البي فاليو طلعت اقل من 5% والفروق لصالح المجموعه التجريبيه، والاشتراطات بتاعه التحليل كلها متحققه من حيث النورماليتي او تباين التجانس اختبار ليفيني، او انه المجموعتين مستقلتين طبعا، ودي النتيجه بتاعتنا، والاختبار جدا سهل. لو احنا حابين مثلا ناخد الداتا دي، لو حابين ان احنا ناخد الداتا ديت نفسها ننقلها في الاس بي اس اس، طبعا اهو دخلتها لكم في الاس بي اس اس، ونعمل اختبار التي تيست اندبندنت سامبل تي تيست، نحط الدرجات هنا والمجموعات هنا ونقول اوكي، هنلاقي انه نفس النتائج طلعت معانا. هذا متوسط التريتمنت 51، متوسط الكنترول 41، وهنا البي فاليو نفسها اللي طلعت تبعا لاختبار ليفيني، طبعا هنا ليفيني اهو ده اللي طالع هناك لوحده، وهنا القرار ان انا باخد البي فاليو دي اللي هي قصاد السطر بتاع التي تيست ده، شفتوا؟ فهو هنا هناك في البرنامج طلع لي الجدول ده لوحده، الخانه دي والخانه دي والخانه دي حطها لي في جدول لوحدها،
والليفيني تيست حطها في جدول لوحدها، الديسكربتيف حطه في جدول لوحده، والنورماليتي عملها في جدول لوحدها، لكن نفس النتائج متطابقه، نفس اللي في الاس بي اس اس هي نفسها اللي طلعت معانا في برنامج الجاسب. اتمنى تكونوا استفدتوا من درسنا النهارده، اندبندنت سامبل تي تيست عبر برنامج جاسب. شكرا لاستماعكم الحقوق الفكريه محفوظه القناه التعليميه، نلتقي في دروس قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.